شارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى في الاجتماع التشاوري للمجموعة البرلمانية الإسلامية في الاتحاد البرلماني الدولي الذي عقد اليوم في مدينة جنيف بالاتحاد السويسري. جاء ذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة رقم 184 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة. ومثل الشعبه البرلمانيه في الاجتماع سعاده السيد جمال محمد فخرو النائب الاول لرئيس مجلس الشورى رئيس وفد الشعبه البرلمانيه لمملكه البحرين وسعاده النائب عبد النبي سلمان احمد النائب الاول لرئيس مجلس النواب نائب رئيس الوفد وسعاده الدكتور النائب مهدي عبد العزيز للشويخ وشهد الاجتماع بحث البنود الطارئه المقدمه من جنوب افريقيا واندونيسيا وماليزيا وخلال الاجتماع اكد سعاده النائب عبد النبي سلمان ان النائب الاول رئيس مجلس الشورى ضروره تحقيق نجاحات في مجال التعاون والتنسيق البرلماني بشان القضيه الفلسطينيه وادانه العدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني وتقديم توصيات برلمانيه للعالم مشيرا الى ان القضيه الفلسطينيه هي القضيه الاولى ويجب ان تتوحد البرلمانات العربيه والاسلاميه والاسيويه وتشكل تحالفا برلمانيا يدعم الاقتراحات والافكار التي تؤكد الوقوف والدعم البرلماني للقضيه الفلسطينيه وبحث رؤساء وممثلو المجالس التشريعية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع جدول الأعمال الذي أكد أهمية مواصلة تعزيز العمل البرلماني المشترك وضرورة تبني موقف موحد بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك